السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بواحد من أروع الجيمات التي لعبت على خريطة Natural Threats بالتحديث الأخير ما بين فارغو من ليتوانيا بجيش جيلي ستيلث، بالطرف الآخر Raging كي بجيش تشاينا تانك من سوريا. بسم الله نبدأ بالجيم الأسطوري بعد اللايك الحارق والخارق والمتفجر منك. طيب Raging كي تشاينا تانك للجيلي ستيلث مهمة خطيرة جدا عند الجيرال فارغو، أفضلية يعني على الأرض بجيش تشاينا تانك، الضغط رهيب رح يكون من Raging كي، هذا شيء أكيد. بالطرف الآخر جيلي ستيلث على الأرض ما عنده كتير أساليب دفاع قوية مقارنة بجيش تشاينا تانك. فخلونا نشوف كيف رح يمشي هالجيم، جيش التكتيك وجيش التخفي ضد أقوى جيش على الخريطة وبساحة المعركة تشاينا تانك. طيب نيس أبلاي من Raging كي مع واحد وور فاكتوري، فارغو بالطرف الآخر وركر متقدم، بعد تاني وركر لياخد سبلاي الثالث على ما أظن، فيك وور فاكتوري أو فيك أرمز ديلرز من فارغو، تمام بيكنسل التنل على ما أظن موجودون والسكند سبلاي. طيب الطرف الآخر كي لحد الآن اثنين وور فاكتوري واثنين سبلاي، فارغو تنل متقدم مثل ما قلنا لحتى ياخذ البنكر الموجود هون، نايس لحد الان. تيرست من فارغو رايح على ارض Raging كي، ممتاز مع وركر بقلب التكنيكال مع التكنيكال فيترنسي، ترفيعه التكنيكال ما انسى انه عنده وركر هون من الطرف الاخر وعم بيحاول يتنل المنطقه بالطرف الثاني، فتنل المنطقتين ومسك النص، ثلاث تنولات من فارغو. بالطرف الاخر كي بعت كاتلينج سريعه والتكنيكال ممتاز، بينزل منا الوركر بينزل منا الهاي جاكر، يا سلام على الاستراتيجية الأكثر خطورة بجيش الجي ال اي ستيلث، نايس وحدة تكنيكال من فارغو ما زالت موجودة، فليمر من Raging كي سنيكي فليمر اوت بوست، يا سلام اوت بوست يا سلام من فارغو من Raging كي، الفليمر بالطرف الثاني مرقت، الهاي جاكر ما زال موجود، الوركر ما زال عم يبني، الهاي جاكر راح بالاوت بوست، حرامات الهاي جاكر حقه 600 دولار من بدايه اللعبه راح بالاوت بوست دون اي فوائد، يعني ما استفاد منه شيء نهائيا. Raging كي من الطرف الثاني عم بيحاول يبعت فليمر مع جيش كواد وتكنيكال من فارغو، ولكن سبلاي راحت على ما اظن والتنل راح على ما اظن، حرام على الفليمر مرقت بكنسل التنل، يا سلام سلم عنده سكند تنل هون عم بحاول يبني تنل تاني، مستر فارغو بشيل الفليمر الموجود هون بعد اضرار كبيره من Raging كي، فارغو واحد وور فاكتور مثل ما قلنا واحد سبلاي لحد الان عم بيزيد عدد التنلز لحتى يعمل خط دفاعي، يا سلام يا سلام على الاوت بوست مع التكنيكال، الاوت الجاتلينج على وشك انها تتدمر، بيجي لم سكراب ولكن ما بيلحق يلاحظ السبام يلي عم يعملوا Raging كي والهاي جاكر، يا سلام بيشيل الجاتلينج ولكن الاوت بوست بتشيل الجاتلينج على ما اعتقد ما راح يلحق يشيله. طيب من الطرف الاخر فارغو اثنين تكنيكال مليانين طبعا، اعتقد يشيل الفليمر، لازم يشيل الفليمر لازم يشيل الفليمر، ترك الفليمر تروح لارضه، ممتاز جنود القواذف يشيل اول دوزر لRaging كي، ممتاز اول دوزر بتنشال لRaging كي، بيحاول يروح للتاني دوزر، وين الدوزر الثاني على ما اعتقد ليك الدوزر الثانيه، تكنيكال فاضيه من فارغو بالطرف الثاني، فارغو عم بيحاول يشيل السبلايز، لاحظ وقف على الالغام، السكند دوزر موجودة عند السبلاي اللي بالنص ولكن عم بيعمل له يا سلام، بيهرب الجنود بيهرب التكنيكال وبيترك الجنود، اوف 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 تحكم تحكم خرافي من فارغو، ترك الجنود وسحب التكنيكال. طيب جيش كواد بحاول يشيل الفليمر بالطرف الثاني، جيل استلث بعيد وبذكر ما بيقدر يطلع سكوربيون لحتى يشيل الفليمرز يلي جايين على ارضه، يا سلام Raging كي يحرق المنطقه بالكامل، بحاول يشيل تنلات فارغو بالطرف الاخر، حركه الفليمرز حركه جدا رائعه، هجوم بالطرف الاخر وبالسايد الاخر من فارغو على ارض Raging كي، Raging كي عنده اوت بوست عنده جاتلينج فاموره تمام على ما اظن، فارغو هجوم من كذا سايد مثل ما لك شايف من اكثر من سايد، السايد اليمين السايد الشمال وعم بيدافع
بالسايد يلي بالنص فيري نايس. ما ننسى انه عنده دوزر فار ريجين كي، ما زال عنده دوزر واخر دوزرات ريجين كي. فارجو من الطرف الاخر يحاول التقدم الارض الجنرال ريجين كي بجيش كواد باثنين كواد فقط لغير، بيحاول يشيل الجاتلينج، بيشيل الجاتلينج ممتاز فارجو. يا سلام سلم، يحاول صد هجمات ريجين كي اللي مثل ما قلنا ببداية اللعبة رح يضغط ضغط رهيب على منتصف الخريطة. فارجو يا سلام عنده تكنيك اللي مهربها لحتى يشيل السبلايز يلي عند ريجين كي، بيعمل دامج للتركات، بيشيل التركات الموجودة هون. فارجو بيحاول يقرب يشيل البروباغندا سنتر تبع ريجين كي، ويا سلام اذا بيشيل البروباغندا سنتر راح تكون ضربة جدا اسطورية من ريجين كي على ارض ريجين كي عفوا من فارجو، ولكن عم بيحاول يعمل ديفنس بالكواد. لاحظ كيف سحب له الجاتلينج، يا سلام سلم. طبعا الجاتلينج تبع الجاينا تانك تجي بفترنسي وحده برتبه وحده وخلاص. ريجين كي يدافع عن البروباغندا سنتر بافضل وسيله ممكنه. التكنيكال بيحاول يشيل الجاتلينج بيخسر التكنيكال، حرام حرام التكنيكال اللي خسره فارجو. دفاع حلو من ريجين كي لحد اللحظه هاي، وما زال عم بيلعب الهاي جاكرز لحد الان، ما زال عم يستعمل الهاي جاكرز. ريجين كي متقدم بالخريطه على حساب فارجو بعد ما حرق المنتصف وحرق منتصف الخريطه. ريجين كي بيبني باركس بدل الدمر. الهاي جاكر مره اخرى من ريجين كي، يا سلام. الهاي جاكر يتوجه الى الفليمر، يا سلام عليك يا سلام. الفليمر بتشيل الجاتلينج، طبعا الفليمر ما بتضرب فليمر للاشخاص اللي ما بتعرف، الفليمر ما بتشيل فليمر للاشخاص اللي ما بتعرف، يا سلام عليك. فارجو بطريقه اكثر من اسطوريه بشيل وور فاكتوري، بشيل جيش صغير لريجين كي. يا الهي ماذا تفعل فارجو في هذا الكيم مع ريجين كي، يا سلام. بالهاي جاكرز والاوتبوست الكشاف من ريجين كي، ولكن اتس تو ليت، اتس تو ليت عزيزي ريجين كي. اخذ لك فليمر من الطرف الثاني على ما اعتقد، تعمل مصائب هالفليمر رتبتين اذا بيهربها، على ما اظن اذا بيهربها. ماشي في جيش الكاتلينجز بالطرف الثاني، ممتاز بتنشال الفليمر دون اي مشاكل، ولكن الطريق صارت مفتوحه امام فارجو. السبلاي سكند سبلاي عند ريجين كي انشالت وصار الطريق مفتوح امام الجنرال فارجو. يا سلام، لاحظ بتصير ارضه بالنص، بلاك لوتس من ريجين كي رايحه على ارض فارجو. جيش الكواد من فارجو ما زال بيعتمد على الكواد. الهاي جاكر بينكشف بطريقه ما من ريجين كي بدون ما ياخذ ولا دبابه، كان بده ياخذ فليمر على ما اظن. طيب بيحاول يجمع جيوش الاربعه على اوت بوست ريجين كي لحتى يكشف. لاحظ عنده جيوش خرافيه، بيقدر يشيل فارجو باي لحظه حرفيا، بيقدر يشيل فارجو باي لحظه حرفيا. الاي سي ام تانك، يا سلام سلم، بنى بروباغندا سنتر، فبالتالي بيطلع اي سي ام تانك دون اي مشاكل. الجنود القوازف بينشالوا بالجاتلينج مع بعض التكنيكال. ريجين كي بالطرف الاخر جيش محترم يتقدم الى ارض الجنرال فارجو مع وحده بلاك لوتس، مع بلاك لوتس للسيطره. الجاتلينجز او مان، ريبل بايك بينشال، ريجين كي يتقدم. لاحظ ريجين كي رجع منطقه السبلاي، ولكن لهلا ما رجع السبلاي، رجع سيطر على منطقه السبلاي ولكن لحد الان ما رجع السبلاي تبعيته. البنكر ما زال موجود هون، ما في ولا فليمر من لا والله في فليمر وحده وحيده، في فليمر وحده وحيده، ما بعرف ليش ما عم يضرب البنكر على ما اعتقد. مشغول بالطرف الثاني، راح يخسر الفليمر اكيد، راح يخسر الفليمر بالطرف الاخر. هذا كليتش بالخريطه على فكره، الفليمر تضرب البنكر ولكن ما بتشيلها، بتدمجها تدميج الا اذا قربت الفليمر على بنكر. باص من باصات فارجو يتقدم، يا سلام. ديسيبل للباص، ممتاز بيعمل ديسيبل، ولكن اذا ما في اي سي ام لا اعتقد انه يستفيد شيء من الديسيبل للباص. وجيش ريجين كي بالكامل يمحى تماما امام جيش الجنرال فارجو، يا سلام. لاحظ عدد التنلات بلس من فارجو، عم بيلم سكراب من الارض، عم بيحاول يستفيد من السكراب الموجود بالارض. الطريق مقفل امام الجنرال ريجين كي، تنلات في كل مكان.
في وجه الجرور ريجي كي ما في طريق للوتس. طبعا سبيكر تاور حركة حلوة لحتى يصلح جيشه بالكامل بيرجع السبلاي لأنه ما زالت جديدة بحاور الريب الفليمرز الفليمر عفوا وبيشيل البنكر الموجود هون وريجي كي يتقدم مرة أخرى ويجدد الهجوم مرة أخرى على أرض الجنرال فارغو بجيش فليمر جاتلينج إي سي إم وأوت بوست وجنود قواصف. نايس خليط ممتاز ضد جيش جي ال اي ستيلث. واحدة أوت بوست للكشف والكاتلينجز لحتى يشيلوا هاي جاكرز على ما أظن. خلينا نشوف في ألغام انحطت على ما أظن في ألغام انحطت من ريجين كي يلي عنده جيشين. يا سلام سلم أرتلري بتنضرب من ريجين كي جارمن كيل. يا سلام مع الباصات. يا إلهي أي معركة هذه ما بين اللاعبين. أرتلري بتنضرب على التنلات المخفية الموجودة هون. يا سلام سلم بيضرب التنلات والأويل والجارمن كيل بيشتغل شغل أكثر من أسطوري ولكن الباصات تقلب موازين هذه اللعبة. الباصات تقلب موازين هذه اللعبة. فارغو هجوم عكسي ما بعد الدفاع وريجين كي بالطرف الآخر على مشارف أرض فارغو. فارغو بأرض ريجين كي وريجين كي بأرض فارغو. ما الذي يجري في ساحة المعركة؟ فارغو بتيش باصات مع كواد مع جاتلينج. جاتلينج مسروقة بالهاي جاكر طبعا مع كاش باونتي الشيء يلي راح يساعد فارغو بالبقاء على قيد الحياة. يا السلام الفليمرز تنطلق لإبادة خط الدفاع الأساسي عند الجرال ريجين كي. ممتاز فارغو خلاص يقتحم أرض ريجين كي. الفليمر بيحاول يشيل الباص حلو بيقلب الباص. جارمن كل مرة أخرى بيضرب الجاتلينج الموجود هون. ما بعرف كيف الجاتلينج ما ضربت الجارمن. حلو كتير. يا سلام سلم بيقرب بالباص بس يصير في فريز من الاي سي ام. لاحظ جيش ريجين كي بأرض فارغو. يا سلام يا سلام الفليمرز بأرض الجنرال فارغو السوري اللاعب الأسطوري. ريجين كي بأرض أكبر اللاعبين فارغو. يا سلام سلم تيرورست بيحاول يشيل الفليمر على ما أعتقد تنشال. ما في أتنشن من ريجين كي للأسف لحد اللحظة هاي. جيش خرافي على ما أعتقد. جيش إذا بيحافظ عليه على ما أعتقد بإمكانه إبادة أرض فارغو بالكامل. فارغو اللي بينسحب لورا بيرجع الجنود لقلب الباص. جارمن كيل بيروح بالألغام. نايس الحظ يبتسم لريجين كي. بيخسر جارمن كيل بالألغام. هذا شيء جدا أسطوري. بالطرف الآخر جيش ريجين كي ما زال على حاله بيرجع لورا. ليش؟ لأنه في بلس موجود. في بلس موجود عند السبلاي تبعيد فارغو. فلا أعتقد أنه فير فايت ومعركة متكافئة راح تكون بوجود بوجود البلس. بالطرف الثاني ريجين كي كابتشر هاي الأويل على فكرة وفارغو شاله للأويل. طيب فاللعبة كلها قائمة على واحدة أويل فقط لغير اثنين أويل. واحدة لريجين كي واحدة لفارغو. يا سلام سلم التوازن الرهيب يا اللعبة. ريجين كي برات أرضه لهلا ما ياخد السبلاي. يمكن فارغو ياخد السبلاي طالما عنده وركتس. باص من فارغو ممتاز بحاول يشيل الفليبر تبعيت ريجين كي. الاي سي ام بيحاول يقرب على الباص. فيري نايس. ريجين كي بياخد السبلاي بالنص بيستحل النص بالكامل. عنده قاعدة تشاينا تانك. اوه بفوت بالالغام. الحظ يبتسم مرة اخرى للجرال ريجين كي وبيشيل باص. يا سلام فارغو من الطرف الثاني عم بيحاول ياخد السبلاي اللي هون. يستحل السبلاي اللي هون. ريجين كي اين جيوشك؟ وين الدفاع عزيزي ريجين كي؟ عم ياخد السبلاي الاساسية اعتقد والله. اذا بيجمع الجيش وبيطحش بهجوم واحد على ما اعتقد يستفيد استفادة رهيبة جدا ويشيل هالبلس ويشيل ارض فارغو بالكامل على ما اظن. بلاك ماركت من فارغو. بالطرف الاخر ريجين كي بيحاول يقرب على التنلز الموجودين هون. ما تنسى انه التنلات مخفية بجيش جي ال اي ستيلث. تنلات مخفية مما يزيد المهمة صعوبة على جيش ريجين كي. خلونا نشوف اذا راح يصير في بوب من فارغو على جيش ريجين كي او ريجين كي راح يستعيد منطقة السبلاي. نايس شكله راح يستعيد منطقة السبلاي دون اي مشاكل بالفليمرز فقط لا غير. بيرجع السبلاي دون اي مشاكل. بيرجع بالدوزر. السبلاي ما زالت حرزانة وتستحق العودة والسيطرة عليها مرة أخرى. بيرجع بيبني سبلاي ريجين كي. الكفة تميل لصالح الجنرال ريجين كي.
فالكو بالجنود القوازف عم بيحاول يشيل بنكر لريجين كي بالطرف الاخر مع بوب كواد طبعا حتى يشيل الجنود القوازف على ما اظن. ممتاز بيشيل الجندي القازف الوحيد اي سي ام تانك بتشيل الكواد بالدقيقة 15 في يتم الدقيقة 16 من عمر هذا اللقاء. ريجين كي جيش جبار من الاي سي ام والجاتلينجز. يا سلام لاحظ كم اي سي ام بيني يا سلام مع فليمرز بيحاول يقرب ليشيل الاويل ويفوت على قاعدة فارغو. فيري نايس محارق من ريجين كي على مشارف ارض فارغو. جيش الكاتلينج بيحاول يضرب التنل واخر اويلات فارغو. لاحظ ريجين كي يحاوط قاعدة فارغو على ما اعتقد ماشي للاويل على ما اظن يعني هو تشاينا تانك المفروض يكابتشر لهالاويل لحتى يستفيد منه. تشاينا تانك اقتصاده جدا جدا مكلف وبيتطلب موارد كثيرة فاعتقد انه يكابتشرها والله اعلم. طيب لحد الان ما دمرها فارغو بيرجع بالبناء لورا بيرجع بيبني قاعدة بالطرف الاخر بفضل الباص الموجود هون. الالغاه ما زالت موجودة من ريجين كي بيقرب اللوتس لحتى يكابتشر الاويل. ممتاز جيش الاي سي ام لاحظ 1 2 3 4 5 6 اي سي ام من ريجين كي. يا سلام سلم بالطرف الاخر اي سي ام بتحاول تكمش الباص. يا حرام راح ينشال بالبنكر الباص راح ينشال بالبنكر. حركة الاي سي ام حركة جدا اسطورية من ريجين كي يلي كابتشر الاويل الموجودة هون. فارغو بحاول يسحب جنود القوازف ما في حل اخر امام الجنرال فارغو غير انه يعبي باصات ويحاول صد هجمات تشاينا تانك صد هجمات الجيش الاقوى في ساحة المعركة جيش تشاينا تانك. يا سلام سلم الباص مرة اخرى بيعمل بوب ولكن عدد الاي سي ام خرافي بيعمل بوب ولكن لا اعتقد انه يستفيد. اوه يا سلام يا سلام طبعا الاي سي ام بس عملت فريز لفييكل بتبطل تشتت الصواريخ بعيد وبذكر. ممتاز هذا الشيء اللي خلى جيوش ريجين كي يخسر منهم كذا كذا دبابة 1 2 3 4 على ما اظن. الفليمر بالطرف الاخر تحاول تشيل التنل فيري نايس ويفتح الطريق ريجين كي تمهيدا للدخول الى ارض الجنرال فارغو. جنود القوازف تحاول التقدم والعودة الى الباص مرة اخرى من الجنرال فارغو بيشيل الرادار فان. ممتاز البلاك لوتس بتنسحب لورا. لاحظ عنده جيش ولكن ثلاث ارباعه اي سي ام ما بعرف ليش هالقد مكتر اي سي ام تانك ريجين كي. طيب على كل حال المعركة ما زالت قائمة ما بين اللاعبين والجيم ما انحسم لاي لاعب ارتلري. ما ننسى انه في تفوق وافضلية بالتطويرات للريجين كي بالاضافة للادفانتج اللي معه اياها هو تشاينا تانك على الارض. ارتلري بتنضرب من ريجين كي على ارض الجنرال فارغو راح يشيل راح يشيل البلس. اذا بشيل البلس بيكون شيء جدا اسطوري. يا سلام سلم فارغو ببيع البلاك ماركت قبل ما يقرب ريجين كي على البلاك ماركت. لاحظ بالطرف الاخر فارغو افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم الجنرال فارغو مرة اخرى. فارغو بارض ريجين كي والريجين كي بارض الجنرال فارغو. يا سلام سلم المعركة المتكافئة مرة اخرى والفايت يتجدد ما بين اللاعبين الغام. ماينز بتنكب على مشارف ارض الجنرال ريجين كي بيحاول يشيل السبلاي للمرة الثانية على التوالي. ريجين كي يحرق ارض فارغو. لاحظ هون عنده فليمر حاول يشيل الور فاكتوري الموجود هون. ما بعرف ليش عم بيضيع شوية وقت ريجين كي. مش من عادة الاسطورة ريجين كي يعطي خصمه كل هذا الوقت. ريجين كي مثل ما قلنا كابتشر الاويل الموجودة هون وصلحها لحتى يحافظ عليها. ممتاز الاي سي ام تانك بيمسك الباتل باسز واحد والانتراكس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلم الانتراكس الاسطوري في التوقيت الخرافي من فارغو على جيوش ريجين كي. يا الهي يا الهي ما هذه الخطة الخرافية من فارغو. شال من جيوش ريجين كي على الاقل حمى باصاته. جيب اسكرامبلر على الباصات من فارغو بيحاول يقرب
بيشيل البروباغندا سنتر، ومن الممكن انه يشيل الور فاكتوري. يا الهي، منطقة محظورة على ريجين كي. طبعا الباص بيتحمل، الباص بيتحمل دامج الانتراكس، ولكن الاي سي ام والكاتلينج صعب كتير يتحمل المفعول الانتراكس الموجود بالارض. فارجو عم بيحاول يشيل القاعدة تبعت ريجين كي، هل ينجح في ذلك؟ سنيك اتاك من فارجو، سنيك اتاك بالطرف الاخر من فارجو. يا سلام اذا بيشيل الاي سي امز الجاتلينجز عفوا الموجودين هون، ولكن لا اعتقد خلاص الجاتلينجز بيحاولوا يقربوا. جيش ريجين كي مازال اكبر، جيش ريجين كي مازال اضخم بالنسبة لجيوش فارجو في منتصف الخريطة. لاحظ كم اي سي ام تانك مرة اخرى، من المستحيل انه يمرق باص او ما تتشتت الصواريخ من ريجين كي، من طرف جيش ريجين كي. جيوش فارجو حرفيا ما الى اي فعالية امام جيوش ريجين كي. يا سلام، فارجو بيشيل الاول الموجود هون بالنص. ريجين كي مازال يحاول تدمير خط الدفاع عند الجيرال فارجو. فارجو عنده قاعدة، بلس عم بيحاول يرجع يبني بلس مرة أخرى. يا السلام، الفليمر بتشيل آخر تنل على ما أعتقد، قبل آخر تنل موجود من دفاعات فارجو في هذه المنطقة. فارجو بالطرف الآخر يلي رجع أخذ السبلاي ثلاثة أو أربع مرات، هاي السبلاي ضلوا عم يتقاتلوا عليها ريجين كي وفارجو. يا السلام، سلم الفليمر تتقدم مرة أخرى، بتشيل التنل الموجود هون. هذا ما تبقى من أرض فارجو بالكامل، هذا ما تبقى من أرض فارجو، ثلاث مباني فقط لا غير، والرابع بأرض ريجين كي. ريجين كي عم يبعت التركات، طبعا تركات لحالهم عم بيروحوا على ما أظن لحتى يشيلوا سبلاي، ولكن ريجين كي بيوقفهم. بالطرف الآخر ممتاز ريجين كي خلاص على مشارف أرض فارجو. الجارمن كل، يا سلام، الجارمن كل يحاول التقدم. لهلأ ما في بلاك نيبال، لهلأ ما في بلاك نيبال. أوه، جارمن كيل، جارمن كيل بيوقف الفليمر. أخطر دبابة وأكثر دبابة عم تعمل دامج بمباني فارجو. يا سلام، راح يخسر البلس مرة أخرى. فارجو بيخسر البلس بالفليمرز، وبنفس الطريقة ريجين كي بينسحب لورا في بنكر مثل ما قلنا، وفي بلس خطير. فارجو بيحاول يرجع يأخذ الفليمر على ما أظن، على ما أظن يأخذ الفليبر تبعيد ريجين كي. يا سلام، جيل استلث بحاجة أنه يسيطر على دبابات. السنيك أتاك ما زالت موجودة هون من فارجو. جي بي اس كرامبلر بيعمل بوب، بيرجع بفوت الجنود. جارمن كيل بيحاول يقرب على القاعدة تبعيد ريجين كي، بيوقف جاتلينج. ممتاز، دي وقف له الجاتلينجز لأنه ثلاث أرباع جيشه اي سي ام تانك مرة أخرى. طيب وركر عم بيحاول يشيل الماينز الموجودين هون. ما ننسى انه فارجو ما عاد عنده شيء غير قاعدة. السنيك اتاك من فارجو، خلونا نشوف السنيك اتاك الجديدة وين انفتحت. السنيك اتاك من فارجو انفتحت هون، ممتاز. اوكي، بيطلع منه وركر. ما هي المخططات عند الجنرال فارجو؟ بده يبني باركس. حلو، ريجين كي عم بستنى التطويرات على ما اظن، عم بيستنى التطويرات. ريجين كي معجزة حرفيا يفعلها فارجو ويصد هجوم ريجين كي جيش تشاينا تانك. طبعا شلوا البروباغندا سنتر فحرموا من الأوفرلورد، فبالتالي يعني المهمة صارت أصعب بكتير على الجنرال ريجين كي يلي عم بيوزع جيوشه على مداخل أرضه على ما أظن. طيب تشارمي كيل مازال موجود، فارجو ببيع السبلاي. طيب على ما اعتقد ماينز من فارجو، على ما اعتقد يحط بيكن، على ما اظن يحط بيكن. ار بيلدينج هاز بين اس بين كابتشرد. حلو، بالبلاك لوتس. ريجين كي بيحاول يشيل الباركس تبع فارجو. نايس، لاحظ المعركه قد ايه هديت، ولاحظ موازين القوه قد ايه صارت متكافئه ما بين فارجو وريجين كي لحد الان بالدقيقه 25، أكثر من نصف ساعة أو تقريبا عفوا نصف ساعة، وما زالت المواجهة شغالة ما بين اللاعبين. بيبني تنل على ما أظن لحتى يكشف الألغام الماينز الموجودين هون، وبنفس الوقت التنل تبعه
مطل على قاعدة ريجين كي التي لا حول له ولا قوة. حرفيا ريجين كي حرفيا لا حول له ولا قوة بقرب فليمر، بيحاول يشيل القاعدة، ومن الممكن كتير انه تنشال القاعدة. والانتراكس يا سلام، الانتراكس مرة اخرى يا سلام عليك يا فارغو، بيقرب له يا الهي بيقرب له الفليمر وبيطرقوا انتراكس. يا سلام ارتلري من ريجين كي، تنطلق الارض فارغو مع كاربت من فارغو، يا سلام سلم، ولكن غير كافية للأسف، غير كافية للأسف. بيحاول يقرب جيشه الجنرال ريجين كي ويتقدم إلى أرض الجنرال فارغو لتدمير آخر مباني فارغو. خلونا نشوف إذا راح ينجح بهالشي، خلونا نشوف إذا راح تنجح الخطة من ريجين كي. ريجين كي بيبيع السبلاي، بالطرف الآخر عنده باركس وواحد وورفاكتري، والريجين كي يتقدم مرة أخرى، ولكن هالمرة ما في ولا فليمر، ما في ولا فليمر. باتل ماستر وحدة وحيدة فقط لا غير من ريجين كي. هنشوف فارغو من الطرف الثاني محاوط أرض ريجين كي بالتنلات وبالستيك التاك، محاوطة رائعة جدا. الجاتينجز بيحاول يقرب لحتى يشيل الجنود القوازف، يا سلام عم يستفيد من الكاش باونتي، ما زال بده يفتح الطريق أمام البلاك لوتس على ما أظن ريجين كي. ممتاز، يحاول يفتح الطريق قدام البلاك لوتس، ما بعرف اذا اللوتس راح تلحق تشيل القاعده. جارمن كيل مره اخرى، ولكن في جارمن كيل، في جارمن كيل، لا اعتقد. اوه بيضرب له الباتل ماستر، فبالتالي الجيش بالكامل، جيش الاي سي ام بالكامل ما له فائده. يا سلام جي بي اس كرامبلر من فارغو، ما هذا الابداع بجيش الاشباح عزيزي فارغو. يا سلام ريجين كي هاز بين ديفيتد، ريجين كي يازين دفيتت، خلاص ما بقى عنده أي حلول أخرى أمام هذا التخطيط. أتمنى أنه كان فيديو ممتع، كان معكم أخوكم على الرضا، والسلام عليكم.